فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما الراجح الذي ترجحونه في وضع اليدين؟ هل هو تحت السرة أم تحت الصدر؟ سمعتم، أنا ما أرجح، أنا ما وصلت إلى هذه الدرجة، ولكن الشيخ رجح، يقول متساويات، يقول متساويات، تحت السرة أو تحت الصدر، أي صفة فعلتها فقد عملتها بالسنة. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.